تعد التنمية الزراعية إحدى أبرز مقومات الاقتصاد المحلي في ولاية تجانت، حيث يعتمد أغلب السكان على الزراعة كمصدر دخل وعيش، خاصة الزراعة المطرية. ففي كل موسم أمطار تدب الحياة في الحقول، ويبدأ المزارع في تهيئة أرضه لزرعها بما تيسر من الحبوب والثمار، في ظل توفر الولاية على أرض خصبة تصلح لمختلف أنواع الزراعات المتنوعة. احنا الحمد لله مزارعين، وفترة الزراعة عندنا ذهي اللي الورا كيدور تقريبا من خلال الشهر. بدأناها راجين فالله ان شاء الله انها تعود السنة من اشبه سنواتنا اللي يلا نعود نعدلوا فيهم الزراعة. لذلك الاساس احنا اللي يطرح لنا مشكلة في الزراعة اليوم هو قضية العمل، ايد العاملة والعمل اللي هذه الآلة اللي تشتغل. احنا اصلا الحريث نعدلوها لا بعضلاتنا ورواجلنا اللي هما عندنا، غير فمك اللي عاد نقص في المزارعين بهم فظهرهم والله ما نعرف. لذلك الاساس كنا نختار ونجبروا مساعدة ان ودون آلة الشتقة نشتغلوا بها قل علينا تعب من هذه اللي نراوقوها بها باللي عاد صعيبة لنا ودنا ضعاف اليها. لكن عنا بعد لذلك الاساس لا مازلنا متباركين معها بذاك اللي كنا نعرفه دون ما رأينا له بديل، فارض علينا نتمو ذاك اللي نقدر نعدلو توه حسب طاقتنا نعدلوه، لأن اللي ما لنا صايبين عن الزراعة، الزراعة هي عملنا ولان قاعدين نصيبوا عنها. أنا مساعدي حليت ما أعرف ما لي حليت، عندي من عمل الله هي الحمد لله، الله لا تمول تنمية شوي، لكن الساسة لا للحريت، لكن لا للحريت ونعدل، والحريت عندها مواد دائما تأثر من الحيوان بالأخص. عقب ذاك جي مادة ينقلها الطيور، ما نحصلكم شي صريناه في شربطة من الزرع. والله يقولوا لها السيدة والله أعرف تقتل أدريقان وتقتل عند النيلي، أول ما السيدة جابرتهم لحريثة أفعال. السنة الحمد لله الفتنة عدنا منها كامل، لا الحمد لله ولا الحمد يخسر اللالم. هاي لو حتنا لا يتود الثالثة لا يتود الذكر. وما شاء الله بعد اللالم شي ثاني تبارك الله ما فتنا رينا. لكن هي لافة داعما تجيها زمن زمنها. الحريثة بدعت اللام عم جي السحاب. بدعت في الواد اللام عم جي السحاب. غير الحمد لله هي لوحتها الثالثة قلت لك. لين نلوحوها يجي تبارك الله الماء وتغمر ونعلوه. وجايها يامس ونضر محقنا الصبح نصبح نعلو. لكن لا يبقى منها قليل. لا وبعد تبارك الله والله عصوبتها هي اصلا جيها اصلا احنا عصيب علينا. كما تتوفر ولاية تجانت على عدد من السدود الكبيرة التي تعرف بإنتاجها الوفير من الحبوب في مثل هذه الفصول، كسد أدروم الذي يمتد على طول 10 كيلومترات، يتم زرع مساحات شاسعة منه كل عام. هذا السد اللي في الحقيقة يحتاج لفتة كريمة من الدولة به اللي إلى ما وعدل لا يتم اقتصاد هذه الولاية مشلول به اللي هذا الواد ذاك اللي ترعوا فيه اللي هي مياه الحمد لله الإسلام يشوف ورقاش على مد البصر على الزرورة كاملين لا هي تود عنده أول فكرة بأنه عميق وبأنه ملان من الماء وبأن هذا النوع ما يالطو كون يعود إنتاجه في المستوى اللي هو ولي الله في الوقت اللي النتيجة لا تعطي العكس به اللي هذا الواد هذا القليق مردوم وذاك يتطلب لفتة من الدولة به اللي جهود الناس هنا تياهي جهود قصيرة ولا تتحمل تعدل هذا الواد يالتو إلين يفرق ماه يالتو ينكشح عنه القليق ويخلى سيل والله اثنين لين يجي يمشي بـ 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 بالرمال المتراكمه في 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 القاعه من نفسها. المشكله الثانيه بانه فيه نبته يقولوا لها اليورو، هذه النبته هي اللي مخص قابله قريب من 2/3 من القاعه، وبالتالي يالت ذيك النبته
أما اللي يلود لها الشيء يزيلها من هذا إياك ذوك الثلثين يقدوا يستخدموا. وأنا نعرف من هذا القليق إلين يستصلح. قالك شين قال له المستوى الاقتصادي للولاية يدور 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 يرتفع، والدور الولاية تصدر شين قال له الحبوب، شين قال له القمح، شين قال له الزرع، شين قال له الشعير، شين قال الواد لقان هذا الدور تصدر به للواد. هذا القليق من أكبر القلقوات في موريتان ومن أكبرهم في تقانت. وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمجال الزراعة، وفي خضم السعي للحصول على تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية، تبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة لمواكبة المزارعين بالدعم والتأطير في مناطق الانتاج في تقانت، سعيا إلى تحقيق نتائج جيدة. كمندوبية جهوية للزراعة في ولاية تقانت، بدأنا في المواكبة للمزارعين هذه السنة، وبدأناها بزيارات ميدانية لمناطق الإنتاج اللي صالح منها، وترميم السدود اللي عندهم مردودية على الولاية، وما زلنا مواكبينهم، واكبناهم في توزيع البذور التقليدية. كل منطقة من مناطق الإنتاج وصالها البذور التقليدية، كذلك إن شاء الله اللي نواكبهم ومتابعة ذا اللي ينقالوا الإرشاد الزراعي وذا اللي ينقالوا المكننة الزراعية. عندنا فنيين مختصين في هذا النوع ومواكبين المزارعين، خصوصا في هذه الفترة اللي ندخل الدولة المكننة الزراعية فيها. كذلك الآفات اللي تجبر الحريثة مواكبينها بالآليات المبيدات والفنيين المختصين بها. ونتوقع إن شاء الله هذه السنة أنها تعود سنة ذا مردودية كبيرة على المواطن، وإن شاء الله لا يقدروا المزارعين يعتبروا عنا احنا زادنا احنا مزارعين كيفتهم، وهون لهم اليوم والصبح واي وقت اي وقت واي استشكال عندهم يجوا المندوبيه الجويه للزراعه دور تحلوا لهم. نحن ولايه زراعيه رعويه، عندنا مقدرات كبيره تتراوح من بين 20 الف هكتار فما فوق، وهذا يتوزع على ثلاث اشياء. عندنا هذه ينقال له السدود الكبرى، ومساحاتهم الحمد لله كبيره، وذي السنه الحمد لله نتيجه للعام الحمد لله بدوا امطار ويجوا دخلوا كامل فتبارك الله ان شاء الله. وكذلك هذه السدود الرمليه والسديدات اللي تباركنا معاهم، وعدلنا شيء ما يزيد على 300 سد في الولايه كامله، ومساحتهم اللي كبيره. وعندنا اللي ينقالوا القراير لي بافون، وبادئ انارك الحمد لله اللي منهم مبرمج السنه في السياج، بدا السياج يجي ياك المزارع ما يتعب حمايه مزارعه. ورغم الاقبال الكبير من المزارعين في تقانت على العمل في الزراعه، ما زال العاملون في المجال يعانون من العديد من التحديات والمشاكل التي ما زالت تعوق الانتاج الزراعي حسب قولهم. احنا نحرث الزرع، نحرث فندي، نحرث دلاحة ودلقاء، ورينا كامل ما شاء الله نحرثوا يصلحون ونعيا هنا نعدلوا كبيات مولي من الشعير والقمح وصالحونا قطعا قدر ذوك، وعدنا نبقى يا غير بينا هارك نبقوا ينكشى كامل باش يصلح لنا فيه هذا فندي ودلقان وذا كامل والقمح والشعير، وذلك ندور مساعدة من قرياش. هذا اللي ينقالوا الزراعة، نحن هذو مزارعين نعدلوا الزراعة المروية والمطرية على أصنافها كاملة. احنا هون زراعتنا اللي بتسوى الأرض تصلح جميع البذور، البذور اللي هي الخضروات واللي هي الزراعة المروية اللي تسقى بالدلاء، وتصلح الزراعة المطرية التي احنا فيها حالا. نقول احنا زراعة الواد، لك سمعتني. هذا هو تتميز ولاية تقانت بوجود مقدرات زراعية واعدة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب إذا تم استغلالها بشكل أمثل.